السلام عليكم. بالنسبة للفنتيليشن في البيلدينجز، سواء كانت البيلدينجز دي أباف جريد يعني فوق الأرض أو تحت الأرض، إحنا عارفين إن في نوعين من الفنتيليشن، يبقى في الناتشرال فنتيليشن وفي الميكانيكال فنتيليشن. بالنسبة للناتشرال فنتيليشن، لو إحنا هنتكلم في الفيديو ده عن الناتشرال فنتيليشن، أكوردنج للكود السعودي اس بي سي كود اللي هو ميكانيكال كود 501، حاطط شوية ريكويرمنتس كده للناتشرال فنتيليشن لو إحنا هنعتمد عليه، ومش هيبقى فيه ميكانيكال فنتيليشن. يقول لك ايه، لو انا امتى الفنتيليشن بيبقى ريكوايرد؟ يعني لو انا عندي مبنى او دور، الدور ده فوق الارض وفي سبيسز متقسمه سبيسز، في كل سبيس يعني لكل سبيس لازم اضمن على الاقل ان يبقى فيه 4% من الفلور اريا، يبقى فيه اوبننج في الوولز بنسبه 4% مفتوح على الاوت دور، بحيث يسمح ان يبقى فيه فريش اير وفنتيليشن يخش. ده لو انا بعتمد على الناتشرال فنتيليشن، يبقى لازم يبقى فيه 4% of the floor area being ventilated. دي مساحة الاوبننج اللي هعملها في الاول علشان اضمن ان يبقى الناتشرال فنتيليشن متحقق. طيب نفترض ان في سبيس مش موجود على الاوت دور، يعني هو في وسط المبنى، طبعا ده above grade ووسط المبنى ومش مفتوح على الاوت دور. بختار الاري الاوبننجز دي، طبعا بيبقى فيه اوبننج ما بينه وما بين السبيس اللي مفتوح. يعني لو جينا كده مثلناها سريعا، لو انا عندي كده ده الدور، لو نفترض ان هو مثلا الدور الارضي، في هنا سبيس وفي سبيس تاني هنا كده، طيب السبيس ده خلاص مفتوح على الاوت دور، ده كده ليه اوت دور، يبقى لازم على الأقل في اريا بمساحة 4%، يعني في اوبننج بمساحة 4% في الوول، بحيث أضمن الناتشرال فنتيليشن. طب السبيس ده هعمله الفنتيليشن بتاعه ازاي؟ بيبقى فيه اوبننج، وعادة الاوبننجز دي بتبقى فوق، لو في ريفلكتد سيلينج بتبقى فوق الريفلكتد سيلينج اللي هو بيسموها يعني فنت اوبننج أو فنتيليشن اوبننج، بيبقى مفتوح على السبيس المفتوح على الأوت دور. طيب مساحة الفتحة دي تبقى قد ايه؟ احنا قلنا كده السبيس ده، بقول الاوبننج دي مساحتها 4%، طبعا 4% كاريا، يعني ممكن اللينس والويتس اغير فيهم زي ما انا عايز، ده على حسب الكوردينيشن، ممكن حد يطلب لينس اكبر من بنسبه اكبر من الويتس، بس يعني يفضل ان اللينس على الويتس يعني يبقوا ايه، قيمه مقبوله، وبالنسبه طبعا كانشائيا مقبول ان انا افتح في الوول، او معماريا مقبول ان انا افتح باللينس والويتس ده. دي كده اول ريكويرمنت. طيب السبيس ده زي ما بنقول اهو، بيبقى فيه اوبننج ما بينه وما بين السبيس المفتوح على الاوت دور، بحيث تبقى الاوبننج دي مساحتها زي ما بيقول لك اهو في الاس بي سي كود 8% من السبيس ده، 8% بتبقى اكبر من ال 4%، يبقى 8% من الاريا بتاعت السبيس دي كده مساحة الاوبننج. طيب نفترض ان هو سبيس صغير، ف 8% مثلا من سبيس 3 متر مربع، هنلاقي ان هي اقل من 2.3، فبيقول لك ان انت تاخدها 2.3، يعني but not less than 2.3 متر سكوير، دي كده مساحة الاوبننج. يبقى 8% من مساحة السبيس، طب لو اقل من 2.3 تبقى ناخدها 2.3، فده كده الايه الفنتيليشن. طيب نقطة كمان مهمة، احنا كده بقى السبيس ده الفنتيليشن بتاعه عن طريق السبيس ده، فما اجي اعمل الاوبننج دي اللي احنا قلنا 4% من مساحة السبيس، 4% من الاريا، باخد انهي اريا بقى؟ اخد اريا السبيس ده ولا مجموع الاريتين دول؟ لا، يقول لك خد مجموع الاريتين دول، يبقى 4% من الاريا دي كده لو سميناها اريا 1، ودي اريا السبيس تاني، فهجمع الاريتين مع بعض واخد 4% منهم، يبقى دي كده مساحة الاوبننج. ده كده كل ده احنا بنتكلم على واحنا ناتشورال فنتيليشن. طب لو انا السبيس ده تحت الارض، طيب يعني السبيس واحد ده مش مفتوح على الاوت دور، لا ده تحت الارض، فالاريا بتاعت الاوبننجز دي
هي شوية requirements. الاريا قايل لك ان هي في الكود السعودي بتبقى 0.04 length في الويدث، 0.04 length في الويدث الخاص بالسبيس، يعني السبيس ده كده تحت الارض هعمل له opening بمساحة 0.04 multiplied by length بتاع السبيس في الويدث بتاعه، يبقى دي كده مساحة الاوبننج. طيب بيبقى مطلوب زي clear distance ما بين الاوبننج دي وما بين اي حاجة تانية، حاجة تانية ممكن تعوق يعني حركة الهواء في الـ natural ventilation. يعني زي مثلا ممكن نفترض ان لو ده هو ممكن يكون تحت الارض بس مفيش في فراغ حواليه، يعني ممكن يكون زي مثلا رامب هنا، يعني لو ده كده مثلا رامب، فالاوبننج دي كده تعتبر تحت الارض وخلاص حسبنا الاريا بتاعتها. بيقول لك بقى كمان بالاضافه للاريا ريكويرمنتس دي لازم نضمن كلير ديستنس ما بينها وبين اي حاجه تانية تعيق حركه الهواء في الناتشورال فنتيليشن. وانا بسحب الهواء لازم يبقى فيه كلير ديستنس على اساس ان الهواء يعرف يخش السبيس او يبقى فيه حركه هواء. طب الكلير ديستنس دي قد ايه؟ عباره عن 1.5 الدبس بتاع الاوبننج، 1.5 مالتيبلايد الدبس بتاع الاوبننج، هو قايلها لك اهو. الاوتسايد هوريزونتال كلير سبيس ميجرد بيربنديكولار تو ذا اوبننج شال بي 1 اند 1 هاف تايمز ذا دبس اوف ذا اوبننج. طب الدبس ده متقاس منين؟ متقاس من الجراوند ليفل لحد الدبس بتاع الاوبننج. يعني لو افترضنا ان ده، نيجي هنا تاني، افترضنا ان ده جراوند ليفل اهو ودي وول تحت الارض وممكن يعني حسب بقى طبعا الكوردينيشن اخترنا ان الاوبننج تبقى في المكان ده، دي كده اوبننج اهي. طبعا ده ايه يعني كروس سيكشن، يعني لو كنا اخدنا كروس سيكشن هنا وبصينا كده هنلاقي ان دي الوول وده الجراوند ليفل ودي كده الاوبننج. فبيقول لك ايه ان الكلير ديستنس ده ما بينها وبين اي حاجه تانية لازم يبقى ده كده فاضي عباره عن ايه، من 1 لـ 1.5 او 1.5 الدبس بتاع الاوبننج دي، متقاس منين؟ من البوتوم اوف ذا اوبننج. يبقى دي كده الاوبننج الدايمنشن ده اللي هو من الجراوند ليفل لحد دبس الاوبننج عباره عن او يساوي الكلير ديستنس، يساوي الكلير ديستنس يبقى ده بيساوي ده. فدي كده كل الريكويرمنتس الخاصة بالناتشورال فنتيليشن لو انا اعتمد عليه. زي ما قلنا الكيسز اللي احنا اتكلمنا عليها، عندي سبيس تحت الارض في اوبننج في الوول، كلير ديستنس قبليها يساوي الدبس بتاع الاوبننج، والاريا بتاعت الاوبننج دي عبارة عن 0.04 اللينس الويدث بتاع السبيس، اللينس الويدث الخاص بالسبيس. طيب ايه كمان اتكلمنا؟ لو انا فوق الارض السبيس فوق الارض مفتوح على الاوت دور يبقى مساحه الاوبننج 4% من مساحه السبيس، ولو عندي سبيس جوه المبنى هتبقى مساحه الكونكتنج اوبننج ما بينهم عباره عن 8% من مساحه السبيس ده. ولما نيجي بقى نحدد مساحه الاوبننج دي هتبقى عباره عن ايه؟ 8% هتبقى 4% من التوتال كومبايند اريا بتاعت التو سبيس. ده كده كان ملخص سريع ل الناتشورال فنتيليشن جوه المباني. شكرا، ان شاء الله هيبقى في فيديو تاني على الميكانيكال فنتيليشن.